وللمزيد من نواكشوط ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد محمود العطيق الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، كيف تقرأ نسب المشاركة 30% فقط من شارك، حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ شكرا لي. أهلا بك. الغد يشرفني أن أنضم إلى المداخلة حول الانتخابات الرئاسية الموريتانية. أنا لا أستغرب هذه النسبة لثلاثة أسباب. السبب الأول أن هناك قراءة مستعجلة جدا لنسبة المشاركة، لأن التصويت انتهى من حوالي ساعتين فقط، وصعوبة التواصل لشساعة الأرض ولساعة جغرافية البلد لا تعطي حتى الآن الحقيقة، حقيقة نسبة المشاركة، مع العلم أنه هنا في المواقع يعني خفت نسبة المشاركة صباحا، زادت في الداخل، خفت في الداخل، زادت مساء في العاصمة. لا يمكن ابدا اعطاء النسبه الحقيقيه حتى الان لنسبه المشاركه الا بعد يوم او يومين من اللجنه الوطنيه للانتخابات. ضيف الى هذا ان موجه حر شديده جدا تجتاح البلد من خاصه الولايات الجنوبيه، هذا حدد الكثير من سكان الولايات الى الهجره الى نواكشوط بحثا عن مناطق شاطئيه بارده. لهذا كان من الصعب على هؤلاء العوده في وقت قياسي من اجل التصويت، هذا يمكن ان يكون السبب الاساسي جدا في بعض نسبة المشاركة التي تشيع حتى الآن. طيب، اتهام المعارضة للجنة الانتخابات بعدم إدارتها الجيدة للعملية الانتخابية، ما هي دلالات هذه الاتهامات؟ هل هي استباق للنتائج يا سيد أحمد؟ من الوارد أن تكون استباقا للنتائج. هذه سيمفونية يعزفها دائما المعارضون. لست هنا بصدد التنقيص من المعارضة، يعني أنظر إلى المرشحين كلهم على حد سواء، لكن هذه سيمفونية تعزف دائما بعد انتهاء كل موسم انتخابات، لتعزفها المعارضة لأن هناك خشية من عدم الفوز. فبالتالي شخصيا لم ألحظ أن هناك تقصيرا بحجم الخوف، يصل إلى حد الخوف من تزويد الانتخابات، لأن اللجنة بذلت قصارى جهدها واستخدمت التقنيات الحديثة جدا من أجل تبسيط العملية الانتخابية وأن تكون أكثر شفافية، علما بأننا في العالم الثالث نظل دائما في مستويات اقل شفافيه من غيرنا في البلدان المنتقده. طيب يا سيد احمد، ما الذي دعا ولد عبد العزيز لدعم الغزواني مرشح الاغلبيه؟ وهل تحسم برايك العمليه الانتخابيه في المرحله هذه ام نذهب الى مرحله او دور جديد؟ ما يحصل لهذه الحمله الانتخابيه مختلف تماما عما تعود عليه الموريتانيون في الحملات الرئاسيه الماضيه. كون هذا الموسم موسم يغادر فيه رئيس طواعية عن كرسي الرئاسة ليسلمه لآخر منتخب، هذا في حد ذاته مكسب كبير. الرجل أن يعلن دعمه لغزواني هذا حقه الشخصي كمواطن موريتاني، لكن ما يمكن أن نحسب عليه هل استخدم أساليب أخرى ملتوية من أجل تطويع قدرات السلطة ووسائلها المختلفة لمساعدة صديقه، هذا هو ما يمكن أن يحسب على الرجل، هل حصل هذا أم لا؟ أنا لا أرى أن شيء من هذا حصل بالفعل. هناك مستوى من الوعي يدب بقوة داخل في صفوف الشعب الموريتاني جعل كل مرشح يجد بغيته في من سيره من الناخبين. عندما تتابع مجريات الانتخابات هنا الانتخابية، المال السياسي خف كثيرا جدا قياسا بالمراحل، واضح. وبالتالي من الصعب جدا ان تحسم ما اذا كان مرشح النظام يكسب الجوله في الشوط الاول. شكرا جزيلا ضيفي من نواكشوط عبر الهاتف احمد محمود العطيق الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.